بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد البوكيلي الكاتب الجهوي حزب النهضة إقليم وجدة. الحمد لله هذه محطة ثانية بعد المؤتمر الجهوي بمدينة التوريت. اليوم جاء الدور للمؤتمر الإقليمي بمدينة وجدة. هذه محطة ثانية وإن شاء الله كنتمنى أن الإقليم ديال وجدة أنه ينهض بالحزب، حزب بداية جديدة لعهد جديد، حزب الشباب كما كيعرفوا الجميع. نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع الجماعات تابع الإقليم وجدة أنهم يوضعوا الثقة ديالهم في المنسق الإقليمي السعزدين ويتعاونوا معه في بصمة جديدة لحزب النهضة. ونتمنى الله يولي التوفيق إن شاء الله وشكرا. معين عزوزي من مدينة وجدة، المنسق العام لحزب النهضة لإقليم الجهة وعضو في حزب النهضة. ولأول مرة حزب النهضة في مدينة وجدة تأسيس الجمع العام وحزب الشباب في حزب النهضة لأنه كيعطي بزاف الفرص للشباب، ولذا أوصي جميع الشباب أن يتضامن مع حزب النهضة وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عز الدين المعموري الكاتب العام الإقليمي بمدينة وجدة لحزب النهضة بالجهة الشرقية. اليوم هذا الحزب اللي تاق فينا وعطانا واحد الثقة من السيد أمين العام للحزب ومن السيد رشيد البوكيلي الكاتب الجهوي بالإقليم وبالجهة الشرقية. اليوم كنتمناو من جميع الشباب ينخرط ويدعم هذا الحزب هذا اللي عطى واحد الفرصة والثقة للشباب المغربي والشباب بالجهة الشرقية. ولهذا كنشكروا السيد الأمين العام السي سعيد الغنيوي وكنوجه له تحية شكر واحترام، وكنوجه تحية شكر واحترام إلى جميع الإخوان اللي حاضرين معنا لتأسيس هذا المكتب الإقليمي بمدينة وجدة بالجهة الشرقية، وتحياتي إلى الجميع. وكنوجه كذلك تحية شكر واحترام إلى جميع السلطات بالجهة الشرقية وإلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والأسرة العلوية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحيم. سيد ميمون عبد القادر بصفتي أمين تجار بن إدرار وعضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، وكنت عضو في المجلس البلدي بالإدرار لثلاثة مرات. أولا وقبل كل شيء نشكر الإخوان والأخوات الحاضرين والمحترمين. إذا أعجبكم محتوى جريدة 20 دقيقة كل ما عليكم أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا أن تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.